العام طبعا الموزات الداخلية، وأنه انطلاقا من الساعة 6 صباحا اليوم 3/24/2020 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن مستعملي العربات بمختلف أنواعها بكامل تراب الجمهورية. تتمثل الإجراءات هذه في السحب الفوري لرخص السياقة والبطاقات الرمادية واتخاذ الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية. بأمر من رئيس الجمهورية زاد قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم نشر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية. والله يسامح قبل ما نبدأ في الأخبار اللي اقترحته أنت، خليني نوضح شوية إنه خصوص كما تعرف قرار اللي خذته الجمعية متاع الصحف رؤساء ومديري الصحف والمجلات وغيره من وسائل الإعلام المكتوبة، فإنه بطبيعة باش تحشب الجرائد في الفترة هذه نظرا إنه توزيعها أصبح شبه مستحيل، لأنه بتعرف الأكشاك وكل والجرون سيرفاس والمكاتب ومكتبات وكل سكروا، فهمت؟ بطبيعة يقعدوا كل الاشتراكات، لكن هذا لا يكفي بطبيعة لعيش وتغطية التكاليف الصحف والمجلات. بطبيعة في انتظار البارح نجي لبغوري رئيس لنقيب الصحفيين التوانسة كان قابل رئيس الحكومة الياس الفخفاخ للنظر في المسألة هذه، وهي مسألة عاجلة، لأنه شوف أنت في حالة حرب أهم من أهم الأسلحة أنه يكون عندك ذراع إعلامي ممتاز ولا متميز ولا مهم على مستوى العدد على مستوى التنوع وغيره. فما اللي يسمع راديو وما يقراش الجرائد، وفما اللي يتفرج في التلفزة وما يسمعش راديو، وفما غيره معناتها الجماهير معناتها بيبليك سيبل مختلف. ونعرف احنا في تاريخ الحروب من أهم الوسائل وأهم الأسلحة بين الظفرين بطبيعة هي الإعلام، وسائل الإعلام مختلف مختلف معناتها أنواعها، وهذا نرجعوا تاريخ الحروب الكل تلقى دور وسائل الإعلام كيفاش استغلوا القادة متاع الحرب سواء من القادة العسكريين والقادة السياسيين وسائل الإعلام في توظيف خططهم وتوضيح برامجهم وتبليغ رسائلهم للشعب وإلى للجيوش. معناتها ماذا بينا الياس الفخفاخ أعلن هو في حالة حرب، عنده تلفز وعنده لي راديو وعنده صحف، ماذا بينا اختيوا القدام وندزوا معهم شوية، احنا قايمين بواجبنا وهذا معنا حتى مزية على بلادنا وعلى شعبنا، نخرجوا ونغامروا برواحنا واحنا جايين للخدمة كما تعرف أسامة، واحنا مانيش خايفين من المرض، احنا نأديوا في واجبنا، لكن ماذا بينا زادة الحكومة تغزر لنا شوية كسوة صحف ولا وسائل إعلام مكتوبة كسوة لراديو وبطبيعة وإلا تلفز وإلا أي وسيلة إعلام تخدم بشرف وتحاول تأدي واجبها الوطني تجاه بلادها وتجاه شعبها. نذكر مرة أخرى اللي احنا قاعدين معارضين دون الكرتوش، معنا قاعدين نحاربوا في عدو ما نعرفوش احنا كإعلاميين، ونحاولوا نوصلوا المعلومة ونكونوا همزة الوصل بين الحكومة ومؤسساتها ووزاراتها بطبيعة والمواطن التونسي، وهذا معنا فيه حتى مزية، لكن في المقابل ماذا بينا الحكومة تأخذ بعين النظر الوضعية الاستثنائية وتحاول تحافظ على السيرفي بتاع وسائل الإعلام بمختلف بطبيعة أنواعها. وهذا قوس وحليناه، نرجع للقرارات اللي حكيت عليها أسامة بطبيعة في الخبر هذا. نجم نقوله أنه يزم اللعب، خلينا نقوله الحكومة قالت يزم اللعب، ممكن مخرجته خربتنا قرارات ما فماش تطبيق كامل ما القانون، ما هذه دولة قانون دولة مؤسسات دولة عنا دستور خلينا نحوسوا فيه، ماذا عنا كادر نحوسوا فيه هو الإطار الدستوري. بطبيعة الإطار الدستوري خول للرئيس الجمهورية والحكومة تطبيق وإصدار القرارات والمراسيم وغيرها من الأشياء ذيك، بطبيعة تو وزارة الداخلية باش ياخذ شوز ما، وبطبيعة أي متجاوز باش يكون عنده هي عمل على روحه راهو معرض إلى الفصل 312 مجلة الجزائية، واللي هو يقول 6 شهور حبس و100 دينار ولا 120 دينار اغتية تقريبا. بطبيعة هذا إذا كان ما فماش مبرر واضح للخروج نتاعو ماذا بينا احنا ماذا بينا شوف اوتوماتيك نحطوها حاجه في راسنا نقصوا من الخروج وكهو، هذه اول حاجه. ثانيا اذا كان عندنا حاجه مثل اكيده مثلا باش ناخذوا حاجه للاكل ولا حاجه، شوفوا فينالمون البوليس تلقاك تمشي العطار بحذا دارك مش يقعد يوقف مش يوقف، اما ماشي من بلاد لبلاد وماشي من واخو الكياس واخو كهرباء ولا تجمعات قاعدين في الشارع حالقين بس ماشي تجمعات نضخموا فيها تحليق الفارغ، ذاك التحليق الفارغ يحكيوا فينا ديتو دغيان تحكي مع بعضكم بالانترنت تو انت والحونتك ماك تعرفوا في الميسنجر وتعرفوا في حد لازمك الوقفه والقبيل يشدوا الحيط والله
رفيقة عبير عملت المرة الأخرى ثلاثة وجوه وأربع وجوه وجروب ويوري ما يعملوا جروب لأولاد الحومة يمشيوا للديجيتاليزاسيون بتاع التحليقة بتاعهم ونجموا فهمت يعملوا ذيك ما هو نمشيوا للرقمي احنا ما تحبوا الرقمي موضوع كبير برشا ذيك المواضيع المهمة اللي تحكيها في الحومة محترمة وسامة وتحكي على المسائل الميتافيزيقية الكبيرة ياسر فهمت ماذا بينا يحب يردوها في وهي أمريكا عملت الفيروس للصين بطبيعة بطبيعة ونظرية مؤامرة في الحكاية الكل وكمون والقلب الفاكسان برشا قاعدين يتكفلوا بعائلات وكذا يعطيهم الصح يحس الصح فهمت كلهم يشوفوا وينظموا معناتها البرامج نتاعهم والاستراتيجيه نتاعهم في اطار الكونفرساسيون في ميسنجر ولا ما نعرفش اي وسيله يحبوها معناتها ماذا بينا نقصوا من التحليق هذا بطبيعه وخروج الجيش التونسي وعدد اكبر ما يمكن من القوى العسكريه هذا يعطي اكثر صبغه جديه نعرفوا احنا من 2011 بطبيعه فما تقدير خاص من الشعب التونسي للجيش التونسي وخاصة كي يهبط الجيش معناتها يمكن الرسائل تكون أوضح معناتها باهي معناتها المشاهد نراوهم تاع المدرعات اللي تهبط في الشوارع وراح نشوف الخطاب نتاع الجيش اللي قاعد يخاطب الناس باللو بارلور هذاك شنو اسمه بالبوق قاعدين يخاطبوا في الشعب باش يلتزموا شوف المقاهي مثال شي يضحي وشوية باش يسكروا غيرهم معناتها الناس كل باش تضحي كل واحد من جهته كل واحد من موقعه اجي حكينا قلنا صحف سكرت الصحف راهي عباد تخدم راه دي تكنيسيان وصحفيين ودي ستاندارديست وعباد واداريين وكل خاطر زاد حلقه كامله هي حلقه كامله امبريسيون نحكيوا على الورق صح حاجات كل واحد باش يضحي 14 ان شاء الله 14 15 يوم وتتعدى المساله هذه وكل واحد يحاول يضحي ويحاول يطبق ويحترم القانون راهو كل ما تصغار كل ما تضيق كل ما تسهل كل نعاود كل ما تصغار وتضيق الحلقه والبؤره راهي تسهل على الاطار الصحي والاطار الطبي التونسي اللي باش نجمو نخرج من الازمه هذه باقل ان شاء الله التكاليف وذي اللي خلاه زاد وزاره النقل تقوم بايقاف سفاره النقل غير المنتظم معناتها نحكيو على اللواج خط احمر لواج خط ازرق نقل ريفي تاكسي جماعي بالاضافه الى التاكسي السياحي وبطبيعه التاكسي الفردي لازمك تطلع كان واحد من تالي اما بالكونتور دونك وسعيا للحكومه للتوقي من خطر انتشار فيروس الكورونا البارح الدكتور نصاب بن علي المدير العام للمرسى الوطني للامراض الجديده والمستجده اعلنت في لقاء اعلامي انتقام بمقر وزارة الصحة عن تسجيل حالات إصابة جديدة فيروس الكورونا ليصبح العدد جملي إلى 89 يظل العدد وهي حتى في النبرة متاحة كما قلنا وقالت إذا توصل الاستهتار ذي رأو باش نلقاو عدد ما أكبر معناتها يظل اليوم ناقوس الخطر أعلنته نصاب بن علي البارح معناتها الخطاب كان مباشر وموجه الله يشوف سيما خلينا نقول لك الخطاب متاع مدام نصاب بن علي ما كانش يعني الحالات 89 حالة حكاية فيها راو شوف انا من نهار الجمعه حديثي كان على التحاليل يلزم الناس تفهم اللي احنا قاعدين نعمل في شويه تحاليل 116 معدل تقريبا اكثر مره عملنا 120 تحليل في النهار ضعيف برشا العدد ضعيف برشا وماهوش ريبريزونتاتيف كما بكري في الشونتيوناج كل معناتها فما مارج ديرور كبيره برشا ويمكن الرقم تاع الحالات باش يكون اعلى واعلى واعلى فلذلك معناتها نجم نقولوا انا ما عادش نركز في الحاله معناتها الرقم ما عادش يعنيني نتاع 89 حاله ولا زيد 14 حاله ولا الفوفة اللي تصير 10 حالات ولا 12 حاله واحنا زدنا راهو تركيزنا يلزم يكون على التحاليل وعدد التحاليل اللي يصير يوميا والمعدل من التحاليل بعد التحاليل نغزروا للحالات معناتها للاصابات كسوا بوزيتيف ولا نيجاتيف راهو الحكايه الحالات زادوا 10 حالات باش يزيدوا 10 و20 وفين وبطبيعه يقولوا شبيه متشائم باش يزيدوا هذاك هو الواقع معناتها لازمنا نحضروا رواحنا اللي مازال ماهوش فاهم اللي الحالات باش يزيدوا اكثر واكثر معناتها بنقولوا متوا راهو من غير ما يتفجعوا من غير ما ونحكيوا زاد على الحالات اللي تم الشفاء نتاعها بالطبيعه مازال الحاله برك الشفاء بها لكن نحكي لك على التحليل على التحاليل أسامة كي الدولة التحدي متاع الدولة هذه إضافة إلى مقاومة الفيروس راهو التحاليل هي السبيل اللي بإضافة إلى شدين الديار هي السبيل اللي تخلي الدولة تعرف روحها وين مش تمشي في مقاومة الفيروسات واضح شكرا لك بارك الله فيك معاذ الشريف شوية أخرى عندكم الموعد مع أخبار ثمانية مع ألفة الغربي بعد الجيب أحدنا كالعادة وترجعنا أمل بن محمد تعطيني دورة وفكرة على البلديات شنو الإجراءات متاعهم مراجعين ما تبعتوش